بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. يوم جديد ولقاء يتجدد من برنامجكم ساعة صبحية، صباح الخير والبركة والسعادة. يمكن أول يوم ليا بعد العيد في برنامج ساعة صبحية، يمكن ما كان ليها الشرف أن تكون مع حضراتكم مع انطلاق البرنامج مرة أخرى يوم الاثنين الماضي. أتمنى يا رب تكونوا كده قضيتوا أجازة عيد مباركة، كلنا انبسطنا وفرحنا، ولكن يعني مع فرحة العيد الحياة الواحد زعلان إن هذا الشهر الكريم شهر رمضان انقضى. يمكن الأجواء الرمضانية الجميلة اللي احنا بنسعد بيها دايما كل عام تحديدا بعد العيد بنحس كده بفقدان، كأن كده واحد حبيبك سافر وانت بتتوحشه أو هو كمان بيوحشك بشكل كبير جدا. نتمنى يا رب إن احنا كل السلوكيات وكل الروحانيات وكل الأشياء الجميلة اللي قمنا بها طوال هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ما نتخلاش عنها في هذه الأيام، لأن هذه السلوكيات وهذه العبادات وهذه الصلوات وكل الحاجات الجميلة ديت مش مقتصرة فقط على شهر رمضان ولكن على كل أيام السنة. نتمنى يا رب إن احنا نحافظ عليها ويكون كل ده في ميزان حسنات حضراتكم، وربنا يا رب يكتر أعيادكم مرة أخرى. كل سنة وأنتم طيبين، واسمحوا لي برضو أقول لي ما كل سنة وأنت طيب وأهلا بك. كل سنة وأنت طيب يا عاصم، صباح الخير عليك. سعيد إن أنا بلتقي معاك النهاردة طبعا بعد فترة أجازة العيد، يمكن آخر مرة تقابلنا فيها كان في برنامج الخيمة في رمضان. والحقيقة إن احنا زي ما بنسعد في شهر رمضان الكريم إن احنا بنتقابل مع بعضنا البعض، بنسعد كمان إن احنا بنرجع تاني لبرامجنا الأساسية وبنتقابل كفريق عمل وكرو عمل، وتحديدا يعني يوم الأربعاء يوم دايما مميز بفريق العمل اللي بيكون فيه. بحييهم طبعا وبحيي كل زملائي في القناة، كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايما نكون كده متجمعين دايما على خير ومناسبات السعيد. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب دايما كده ان شاء الله يكتر من الافراح والاعياد والمناسبات. انا عارف ان في ناس لسه ما زالت في اجازه العيد لحتى هذه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها، ولكن الناس اللي رجعت بنقول لهم ربنا يقويكم، والناس اللي هي لسه في الاجازه بنقول ربنا يسعدكم ويفرحكم، كمان الناس اللي بتمتحن في الثانويه العامه ربنا يا رب كده ان شاء الله يعني يشد باذركم وتكونوا دايما عند حسن ظن اهلكم فيكم، وكل المجهود والتعب اللي انتم بذلتوه طوال العام الدراسي ربنا ان شاء الله ما يضيعوش عليكم طالما انتم بتجتهدوا وبتحبوا اللي بتعملوه. نتمنى يا رب التوفيق لكل الطلبه والطالبات في الثانويه العامه. مقوله كده جميله اتعلمناها في المدرسة والحضانة وإحنا صغيرين وما زالت يعني بتعلم حتى هذه اللحظة، الصديق وقت الضيق. ناس كتير جدا ما أدركتش هذه الكلمة ومعناها وهذه الجملة ومعناها غير لما بتكبر وبتحصل لها فعلا مواقف بتبين لها هل فعلا الصديق وقت الضيق ولا الصديق فقط وقت الفرح، وقت المجاملات، وقت الهزار، وقت الـ 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 الأيام العادية. اللي قال هذه المقولة أكيد كان متيقن معنى أن يكون في ضيق وتلاقي أول واحد في هذا الضيق هو الصديق. طب ليه أنا بحدث حضراتكم عن هذه المقولة أو هذه الجملة؟ عشان تجربة عشتها أنا شخصيا، والحقيقة حابب أنقل لحضراتكم عشان كلنا نستفاد ونتعلم في اختيارنا لأصدقائنا، وأن كل واحد يكون عنده كده حنكة الانتقاء للصديق بتاعه. في فيلم بتاع احمد ادم هو وصلاح عبد الله، فيلم هندي لو تفتكروه، كان بيتكلم او بيتناول المعنى الحقيقي للصداقه، ولما كانوا اختلفوا عن الشقه وكل واحد كان عايز يضحي بالتاني للشقه عشان يتجوز فيها. ففي مقوله الحقيقه بتحضرني دلوقتي قالها احمد ادم الممثل العظيم العبقري ده، قال له يا عاطف انا العمر فيه كام 30 سنه تاني عشان أعمل فيه صديق، الشقة تتعوض، لكن العمر ممكن ما يكونش فيه 30 سنة تاني عشان أعرف أعمل فيه صديق زيك. قيمة الصداقة جسدتها الكثير من الأعمال الدرامية، الأعمال الفنية سواء سينما أو مسرح أو أي حاجة، ولكن للأسف حقيقيا أو واقعيا بنفتقدها خاصة في هذا التوقيت. ناس كتير جدا بتتكلم في هذه الجزئية بحجة أو رفعة كده مثلا عذر إن غصب عنها الأمور بقت صعبة، ضيق الحياة، الظروف ما بقتش زي الأول والحاجات دي كلها. ما تحصرش صداقتك مع صديقك المخلص ليك عن الماديات أو عن حاجة متعلقة بشيء ملموس أكتر من المعنويات، بتفرق بشكل كبير قوي. يعني لما تكون في محنة وتلاقي صديق بيكلمك أكيد بتسعد، غير لما تلاقي صديقك اللي انت المفروض آكل نايم شارب معاه خارج ضالعين فسح مع بعض في الشغل
وفجأة كده لما تحصل لك محنة تلاقيه اختفى من حياتك، أكيد أنت بتتأثر في وقت أنت محتاج كل الناس تحتضنك فيه حتى لو بمكالمة تليفون، لأن للأسف بيفهم ده أنك أنت بتحتضنه ماديا أو مثلا خايف يسأل عليك عشان تطلب منه فلوس. الحياة عمرها ما كانت فلوس أو كانت ماديات أكتر من أنها كانت حب وتعاون ورحمة، ودي على فكرة اللي حثت عليه كل الأديان السماوية، ان احنا نتاخى ونتحب فيما بعضنا البعض، وان احنا يكون عندنا صله الارحام وكل هذه المعاني الجميله اللي انا بعيد لحضراتكم وباكد ان احنا بنفتقدها في هذا التوقيت. الضمه الكبرى بقى والصدمه الكبرى لما تتصدم في صديق المفروض ان هو انتيمك وصاحبك وحبيبك، وفجاه وقت محنتك ما تلاقيهوش، تقعد تدور عليه زي ما تكون ماشي كده انت وبابنك في الزحمه وفجاه ما تلاقيش ابنك موجود جنبك ولا في ايدك، فبالتالي بتبقى زي المجنون وانت بتدور عليه. فبالتالي نفس هذا الموقف لما تلاقي يكون عندك محنه وبتدور على اقرب الناس ليك يسالوا عنك ان شاء الله، حتى لو بمكالمه تليفون بيواسوك بيقولك اخبارك ايه، طب طمنا عليك انت عامل ايه، بنتك عامله ايه، ابنك عامل ايه. كل هذه المعاني الجميله على فكره ليها صدى كبير جدا 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 عند الشخص اللي عنده المحنه. مكالمتك ليه او سؤالك ليه، انا حتى مش بقولك زيارتك ليه، مكالمتك بتفرق معاه معنويا في وقت ممكن تكون الدنيا مسودة قدامه، في ظل مكالمة واحدة تطمن عليه اعتقد بتديله ولو بريقة امل تساعده انه يكمل في محنته بشكل كبير. خليني كمان يا عاصم، يعني انت قلت كلام جميل جدا، خليني ازود بس جزئيه، ان ساعات الواحد لما بيتحط في محنه وبيبقى منتظر ان اصدقائه وتحديدا اصدقائه المقربين جدا اللي هو ممكن يكون بيعتبرهم اخواته مش اصدقائه، يعني في نفس معزه الاخوه، صحيح بتيجي تحس ان انت لو اثر معاك او ما قامش بالدور اللي انت منتظره منه بتلوم. بتحس ان انت من جواك بتتالم قوي وزعلان، وعلى قد ما انت كنت منتظر ان هو يكلمك ويخفف عنك الامك او مشاكلك او احزانك، على قد ما انت بتبقى فعلا في حاله نفسيه مش كويسه، لان انت مش متوقع. لكن خلينا ناخد الموضوع كمان، طب ساعات ربنا بيعمل كده عشان يكشف للواحد الناس اللي حواليه. صحيح. او الاصدقاء اللي حواليك، مش كل واحد يا جماعه فعلا، مش كل واحد عامل ان هو صاحبك او صديقك او ان هو بيخاف عليك او على مصلحتك او جنبك في كل وقت وفي كل مشكله او حتى في كل مناسبه كويسه بيكون من جواه صادق. ناس صحيح. كتير دلوقتي بقت بتتعمد ان هي تعمل ده نظرا للمصالح المشتركه اللي ممكن تكون بينك وبينه، نظرا لانه عايز يتقرب منك علشان حاجه معينه او شيء معين، هدف عايز يوصل له من خلالك، قد يكون انت ليك علاقات اكتر، قد يكون انت انسان محبوب اكتر، فبياخدك كده بالبلدي كده سلم عشان يطلع للحاجه اللي هو عايزها. ولكن الحقيقه خلينا نقول الحمد لله ان ربنا في اوقات كده صعبه بيكشف لنا الناس اللي حوالينا. صحيح. بنقدر نعرف مين فعلا حبيبنا، مين صديقنا، ومين اللي بيمثل علينا المحبه والصداقه والاخوه. صحيح. ونصيحه لكل الناس، لو في حياتك كلها طلعت بصديق واحد احمد ربنا سبحانه وتعالى، لان فعلا صحيح. دي من النعم اللي بقت قليله جدا جدا في حياتنا. صحيح. انا شخصيا واحده، انا ام وعندي بناتي ما شاء الله، عندي بنتي الكبيره 5 سنين ونص او 6 سنين، انا من دلوقتي بحاول اختار لها اصدقائها. صحيح. يعني بحاول اشوف الناس او الاطفال الكويسين اللي هم نفس التربيه، نفس المستوى الاخلاقي، نفس المستوى التعليمي، اللي فعلا يكملوا معاها ويفضلوا اصدقاء طول العمر، عشان بعد كده ما يجيش الواحد يندم، ما يقولش انا ليه ما فتشتش على اصحاب ولادي، ليه ما عرفتش هي بتكلم مين وما بتكلمش مين. الحقيقه ان دي مسؤوليه كمان على الاب والام، وفي الزمن اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي وفي الجيل ده مهم قوي نعرف ولادنا مين اصحابهم ومين اصدقائهم. يعني بثمن على كلام ماها، وفعلا اللي عنده صديق يعني افضل من يكون عنده كنز. الكنز طبعا مصيره ان هو يفنى، لكن الصديق الصح والصديق المخلص والصديق اللي هو يعني يحمل كل معاني هذه الكلمه اللي هي الصداقه الحقيقيه، هو كنز كبير جدا جدا. لو كل واحد شايف ان هو عنده صديق وفي فعلا يستحق هذه الكلمه، يحافظ عليه زي ما بيقولوا كده بالمعنى العام، ابرك له من ملايين الدنيا والاخره. ليه انا بقول لحضراتكم بكلمكم عن الصداقه؟ زي ما قلت لكم عن تجربه ومحنه انا مريت بيها، اعتقد ناس كتير جدا عارفاها، وانا بشكر كل الناس اللي وسيتني في محنتي، هو تعب بنتي، نتمنى يا رب الشفاء ليها ويتم الشفاء على خير وتخرج من الحضانه بخير يا رب العالمين. وربنا يا رب كده ما تشوفوا اي حد تعبان، خاصه لما يكون عزيز عندكم. هذه التجربه بينتني ناس كتير جدا 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 فعلا كانت صحابي، وللاسف لن يليقوا بهذه الكلمه، وفعلا كانوا صحاب زي ما بيقولوا كده في شنك،
وفي ناس ما كنتش اتوقع ان هم فعلا يكونوا بهذا المستوى الاخلاقي وان هم فعلا يكونوا اصحاب انا ما كنتش واخد بالي منهم بنولي. لا ده انا كسبت كمان اصدقاء ما كنتش متوقع ان هم يكونوا بهذا الكم الهائل من الوفاء وبالاحترام وبالرقي، في ظل ان في ناس انتمتي واصحابي ويعني وحبايبي صدمت فيهم حتى استخسروا يرفعوا عليك سماعه التليفون يقول لك ايه الاخبار بنتك عامله ايه، الف سلامه على حضرتك عليها يا رب، ربنا يتم شفاها على خير. عشان كده حابب انقل هذه التجربه لحضراتكم، لازم كل واحد كده يكون عنده تجربه ممكن يستفيد منها ويفيد الاخرين، لازم كلنا نتناقش، وده اللي احنا اعتدناه يمكن من برنامج ساعه صبحيه على قناه مصر الزراعيه، بان احنا بنطلع على كل ارائكم على صفحه البرنامج، بنشوف اي مقترحات حابين تتكلموا فيها عشان نفيد الناس، اكيد ما بنبخلش بيها لحضراتكم ونضيف لحضراتكم. عشان كده بنقول الاختيار الجيد للصديق، وانا بحيي مها في هذه الجزئيه اللي بتقول انها من بنتها وهي لسه في الحضانه بتحاول تختار لها صديقه فعلا تليق بتربيه بنتها، ده الاهم، ده صحيح. الكنز اللي انت بتزرعه مش الفلوس اللي بتكنزها في البنك عشان خاطر تامن بيها مستقبل ولادك. على فكره ممكن يكون صديق وفي والله العظيم كفيل بعد ربنا سبحانه وتعالى انه يامن مستقبلك. ليه يامن مستقبلك؟ لانه هتلاقيه ظهره وسند ليك سواء في محنتك او سواء في فرحك. بتلاقي دايما في الافراح صحابك هم اللي بيستقبلوا الناس وهم داخلين، ونفس الصحاب الاوفياء بتلاقيهم هم لما بيكون عندك كرب ولا عزا لا قدر الله هم اللي واقفين بياخدوا العزا بيسندوك، وهم كمان اللي بيشيلوا عنك كل هذا الهم. فعشان كده الصديق الوفي لا يعوض. اتمنى يا رب ان يكون كلنا كده عندنا اصدقاء اوفياء محترمين، واتمنى يا رب الناس اللي هي اخفقت الظن فيها ان هم يعيدوا حساباتهم كده مع نفسهم، عشان حتى ما بينهم ما بين نفسهم بعد كده يكون عندهم دافع او ضمير في التعامل مع الاخر. عمر ما كانت الدنيا مصالح او الامور انها مصالح اكتر ما كان الامور هنا حب وتعاون ورحمه والفه وموده ما بين كل الاطراف اللي احنا بنتعامل معاها في مجتمعنا. وخدوا بالكم صلاح الاسره وصلاح الاصدقاء ده من صلاح المجتمع، فلو الافراد في المجتمع صالحين فبالتالي المجتمع هيبقى صالح، واللي احنا عايزينه هو يكون صلاح مصرنا الحبيبه. عشان كده هنسمع سلم على مصر.